في المحاضرة دي هنتكلم مع بعض عن deductible costs and expenses. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن commercial and industrial activity revenue اللي بيخضع لضريبة الأشخاص الطبيعيين. اتعرفنا على الإيرادات الخاضعة للضريبة. هنتكلم النهاردة عن التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة. In Article 22 of Law 91-25 stipulated that the net profit is determined on the basis of the gross profit after deducting all costs and expenses necessary to achieve this profit. And the most important conditions that must be met in the costs in order to be considered from the expenses due to the deduction are the following. The first condition that it be related to the year that is the subject of tax accounting. The second condition, the costs must be real, confirmed and signed. The third, the costs are related to the activity of the enterprise. The costs should be moderate and supported by documents in relation to the nature and size of the activity. The costs are revenue expenditure, not capital expenditures. دي الشروط اللي لابد انها تتوافر في الكوستس او الاكسبنسز الواجبة الخصم من والإيراد للوصول الى وعاء الضريبة. نشوف بقى ايه هي انواع الكوستس اللي واجبة الخصم. Types of costs to be deducted. The legislator has mentioned in Art 23 of the law some of the costs and expenses due for deduction. For example, and not for exclusive. First, the elements of costs and expenses are deductible by the text of the law. دي اللي هنناقشها دلوقتي أنواع التكاليف أو المصروفات اللي القانون ذكرها على سبيل الحصر وليس الإيه؟ على سبيل المثال وليس الحصر. أول نوع من الكوستس أو الإكسبنسز الانترست on loans. The interest loans need to finance its taxable activity. As this interest is considered to be deductible costs according to some conditions. بعض الشروط اللي يجب توافرها في الانترست اون لون عشان تكون قابلة للخصم. زي ايه الشروط دي؟ عندنا ان loans to be used in taxable activity. تستخدم في النشاط الخاص بالactual person. كان الشرط الثاني to be deducted from the debit interest the credit interest. الكريدت انترست اللي بيحصل عليها التاكس بير من السيفنج اكاونت من الانفستمنت سيرتيفيكيت او السيفنج اند ديبوزيتس ايشود باي بانكس. الشرط الثالث ان الانترست must to be not paid to natural person who are not subject to or exempted from the tax. الشرط الرابع عشان نخصم نكون interest on loan قابلة للخصم الضريبي. الانترست paid on loans does not exceed twice the price of the credit and deductible and deduction declared by the central bank. ما تكونش ضعف الأسعار المعلنة من البنك المركزي. دي بالنسبة للانترست on loans. يعني هي قابلة للخصم ولكن وفقا للشروط اللي قلناها. تاني نوع من الكوست أو الإكسبنسز اللي هي depreciation of fixed assets. The tax legislator has set some conditions for deduction or for deduction of depreciation. The depreciation is real. The second condition, the depreciation is calculated according to the methods and rates stipulated in Art 25 of the law. لابد انها تكون حقيقية. ثانيا انها لابد ان يتم حسابها وفقا لما ذكره القانون في المادة 225. هنا حدد للفيكسد اسيت كل نوع طريقة معينة في الديبريشيشن وسعر معين لحساب الديبريشيشن. هنلاقي اول حاجة البيلدينج انستوليشنز اكويبمنت شيبس
and aircraft. هنا بيطبق الستريت لاين ميثودز within 20 years أو بنسبة 5%. بطبق هنا في الديبريشيشن الخاص بالحاجات دي الستريت لاين ميثود وبيتم إهلاكها على 20 سنة، معنى 5% بيتحسب الإهلاك السنة. بالنسبة للحاجة التانية اللي هي the intangible assets purchased، الأصول اللي هي غير الملموسة المشترى، بنطبق الستريت لاين ميثود في حساب الديبريشيشن الخاص بيها خلال 10 سنين، يعني بنسبة 10% سنوية. النوع الثالث من الفيكسد اسيتس اللي هي الكمبيوترز، انفورميشن سيستمز، بروجرامز، داتا ستورج اكويبمنت اند اذر اسيتس اوف ذا انتربرايز. الاسيتس الموجوده دي بالنسبه للكمبيوترز والانفورميشن سيستم والبروجرامز والداتا ستورج ديفايس بيتم اهلاكها بنسبه 50% والديبريسيشن بيز فور ايتش تاكس يير، بتطبق نسبة 50%، بطبق نظام الديكلايننج بالانس ميثود اللي هو طريقة الإهلاك المتناقص أو القسط المتناقص. بقية الأسيتس اللي هي بقية زي الماشينز والإكويبمنت والفرنيتشر بيتم إهلاكها بنسبة 25% وعلى أساس الديبريسيشن بيز فور إيتش تاكس يير اللي هي الديكلايننج بالانس ميثود اللي هي طريقة القسط المتناقص. هنا بقى بالنسبة للكمبيوترز والأجهزة الخاصة بالحاسبات بنسبة 50% طريقة القسط المتناقص أو بيسموها اللي هي الديبريسيشن بيس. الديبريسيشن بيس اللي هو إيه؟ اللي هو الأوريجينال كوست بعد ما بطرح الأكيوميليتد كوست، فبيديني الديبريسيشن بيس وبحسب السنة اللي بعدها على الديبريسيشن بيس واقسم منها الديبريسيشن خص السنه وهكذا. هنا من ضمن الشروط او من ضمن الحاجات اللي قالها القانون بالنسبه للنقطه اللي فاتت او اللي هي اجهزه الكمبيوتر وبقيه المعدات، بيقول ان احنا هنقسمها بطريقه القسط المتناقص مع مراعاه لابد من عدم الاهتمام بتاريخ الشراء، يعني بحسب الديبريسيشن سنوي حتى لو انا مشتريه الاجهزه في نص السنه، هنا ما بهتمش بالمده. حاجة تانية إذا تم بيع الأصل بأرباح فالأرباح دي بتبقى كابيتال جينز لابد إنها تدخل في البروفيتس الخاص بالتاكس بير، ولو كان أساس الإهلاك هنا بتعتبر أرباح رأسمالية، وإذا حصل العكس وتم بيعها بخسائر فالخسائر بتتحسب كخسائر رأسمالية بيعترف بيها القانون، ولو كان الديبريسيشن بيس أقل من 10,000 باخده كله كديبريسيشن بيز بحسبه على اساس السنه، اكتر من 10,000 بعيد حساب الديبريسيشن مره اخرى. دي الشروط اللي هي بالنسبه لاجهزه الكمبيوتر وبقيه الاكويبمنت الاخرى. نيجي بقى نشوف رابع نوع من المعدات اللي هي الماشينري والاكويبمنت، الديبريسيشن بتاعها يوزد فور انفستمنت اللي بستخدمها كاستثمار او في بدايه النشاط بتاعي، الكلام ده بينطبق على الماشينري وعلى الاكويبمنت اللي هي بتستخدم في الانتاج في اول مره في اول سنه وقت شرائها، سواء كنت تشتريها جديده او قديمه بعمل ديدكت 30% of the cost in the first tax period during which those assets are used. في السنه اللي هبتدي استخدمها بخصم قبل ما احسب الديبريشيشن بخصم 30% تشجيع طبعا ان الشركات تشتري الات ومعدات جديده، وبعدين ابدا على ال 70% الباقيه احسب الايه الديبريشيشن. بعد كده بالنسبة للنوع الآخر من الكوستس اللي هي الخضعة القابلة للخصم من الإيرادات الخاصة بالشخص الطبيعي للوصول إلى وعاء الضريبة اللي هي الفيز and taxes. All fees and taxes deducted except for the tax on the activity of commercial and industrial profits. أي رسوم أو ضرائب يدفعها الممول فهي قابلة للخصم، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، ما عدا الضريبة اللي هي على الدخل اللي احنا بنتكلم عنها دي الخاصة بالكوميرشال اند اندستريال بروفيتس. السوشيال انشورانس بريميومز اللي هي أقساط التأمين الاجتماعي. السوشيال انشورانس بريميوم The tax register permit deduction of social insurance premium whether for the benefit of
or for the benefit of workers and that are paid to National Social Insurance Authority are considered as a cost to be deducted. وسواء كانت خاصة بصاحب الشركة أو التاكس بير أو خاصة بالوركرز أو الامبلويي اللي هم عنده. النوع الخامس من الكوستس اللي هي ويز هولدنج فاندز فور برايفت فاندز اللي هي المبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة. Are deductible according to some conditions. الكونديشنز هنا اللي هو بيقول ان لابد ان المبلغ على الاقل اهم كونديشنز ما يزيدش عن 20% من اجمالي السالاريز not exceed 20% of the total salaries and wages of the concern employees ما تزيدش عن 20% من مرتبات العاملين. The taxable insurance premium. For the taxpayer himself only and not exceed 3,000 pounds. لابد ان التأمين يكون على التاكسبير هو نفسه مش اي حد تاني وما يزيدش عن 3000 جنيه. For the taxpayer himself only not exceed 3,000 pounds. بالنسبة للدونيشنز اند سبسيديز الدونيشنز اند سبسيديز اللي هي الإعانات والتبرعات paid to government agencies is deducted without a maximum إذا كانت مدفوعة لجهات أو وكالات حكومية بيتم الاعتراف بها كتكاليف واجبة الخصم دون حد أقصى as for those paid to other agencies and under government supervision they are deducted at 10% of the net income ولكن لو كانت بدفع لجهات أخرى وتكون خاضعة للجهات الحكومية أو الإشراف الحكومي هنا بعترف بيها ولكن في حدود 10% من صافي الدخل. أما الدونيشن اللي بتدفع لجهات أخرى اللي ملهاش علاقة بمراقبة الحكومة أو ملاحظة الحكومة فهنا دي غير قابلة للخصم. هنا بالنسبة للكوست نمبر 7 اللي هي بالنسبة للدونيشنز اند سبسيديز هنشوف هنا قلنا ان اللي بيتم دفعه للجهات الحكومية بيخصم دون حد اقصى اما بقية الدونيشنز بيتخصم في حدود 10% من صافي الدخل. لو بصيت معايا في المثال صفحة 78 هنا في عندي تاكس بير عنده النت اكونتس بروفيت 10,000 هنا دفع بعض التبرعات أو الإعانات هنشوف أنواعها ونشوف إيه الواجب الخصم وإيه الغير واجب الخصم. عندي 5,000 Egypt donation to the General Authority for Health Insurance هنا دي مدفوعة لهيئة التأمينات الصحي ودي هيئة حكومية فهنا مصلحة الضرائب أو قانون الضرائب بيعترف بيها بالكامل دون حد أقصى وبالتالي مش هتأثر معايا في التسوية اللي بعملها عشان أوصل للنت تاكس بروفيت. بالنسبة للنوع الثاني من التبرعات 500 Egypt donation to the Egyptian Red Crescent Society اللي هي مدفوعة لجمعية الهلال الأحمر فدي هنعترف بيها ولكن مش دلوقتي لما حدد 10% من النت income فاللي بيحصل ان انا بضيفها للنت accounts profit لغاية لما اوصل لصافي البروفيت عشان اقدر احدد 10%. النوع الثالث من الدونيشن عمل اشتراك 300 Egypt pound contribution to the repair and maintenance of the city central hospital دفع في إصلاحات المستشفى المركزي 300 جنيه دي بنعترف بيها بس برضو بعد لما أحدد 10%. في 700 Egypt donation and grant for the poor بعض فقراء الحي فدي أنا ما بعترفش بيها خالص لأن هنا مفيش أي جهة حكومية بتشرف على هذه التبرعات فهلاقي إن أنا بحدد الأول النت accounts profit اللي هو 100,000 بعمل ادد او بضيف عليه الدونيشن اللي دفعت للهلال الاحمر 500 بضيف كمان الدونيشن اللي هي او الكونتريبيوشن اللي اتحطت في اصلاح المستشفى المركزي 300 جنيه
كمان بضيف المبالغ اللي اتدفعت لفقراء الحي اللي هي 700 جنيه. كل المبالغ دي هتتضاف للنت اكونتس بروفيت، ضفتها عشان احدد 10%. هنا بقى هوصل للنت تاكس بروفيت بيفور دونيشن ديدكشن، احدد هنا طلع عندي 101500. هنا هحسب 10% هتطلع لي 9072. المبلغ ده هنا اللي الدفع اللي هو بعترف بيه، المدفوع للهلال الاحمر اللي هو 500، واللي مدفوع لاصلاح المستشفى 300، هم دول بس اللي بعترف بيه، فهم 800. فبقارن ال 800 اللي دفعهم فعلا اللي هم الاكتوال بيد مع ال 10% اللي القانون حددهم، هلاقي ان الاكتوال بيد 800 هم اللي هعترف بيهم، فبخصمهم من النت بروفيت بيفور دونيشن يديني النت تاكس بروفيت. يبقى هنا عرفت ان اللي مدفوع للحكومه بالكامل كله بعترف بيه، اما الجهات اللي بتشفع عليها الحكومه بضيفهم من اول على الدخل المحاسبي، ثم اطلع بعد كده ال 10% عشان اقارنها بين اللي اتدفع وبين ال 10%، لان القانون ما سمحليش غير بخصم 10% بس. بالنسبه للنوع الثامن من الكوست اللي هي التكاليف قابله الخصم، financial penalties and compensation are considered to be deductible cost without a maximum limit on their amount. دي المبالغ اللي هي تعويضات او الجزاءات اللي بتقع على التاكس بير نتيجه تعاقداته مع الموردين او مع الناس اللي بيتعاملوا معاه في الشركه، فهنا مصلحة الضرائب بتعترف بيها بالكامل. المهم ان التعويضات ما تكونش مدفوعة لسبب شخصي. النوع الاخير اللي هي الكوستس القابلة للخصم اللي هي مذكورة على سبيل المثال في القانون الباد ديبت. The legislature allowed the deduction of bad debts that the taxpayer excluded from the books with some conditions. بيسمح بخصم الباد ديبتس ولكن بعض من خلال بعض الشروط. الشروط اللي بتسمح لي ان انا اخصم الديون المعدومه: The enterprise has regular accounts. لازم يكون عنده حسابات منتظمه. That the debit be linked to the activity of the enterprise. That the amount corresponding to the debit has previously been included in the establishment accounts. The enterprise has taken serious measures to collect the debt and was unable to collect it after 18 months from the date it was due. لابد أن يكون اتخذ إجراءات على الأقل خلال 18 شهر عشان خاطر يحصل على هذه الايه الديبت. لو ما نجحتش هنا هحسبها انها باد ديبت. ايه هي الاجراءات اللي ممكن ياخدها؟ The following are considered serious procedure to collect the debt. Obtaining a right for payment in cases where this is possible. A judgment of the first instant court obliging the debitor to pay the value of the debt. لابد ان يكون اخذ حكم قضائي او ان تم ابلاغه بهذه الديون، يعني اخذنا اجراءات لتحصيل هذه الديون. الاجراءات وما قدرناش نحصلها، هنا مصلحه الضرائب او قانون الضرائب يعترف بيها كباد ديبت. دي بعض التكاليف اللي القانون سمح بخصمها من الكروس بروفيت للوصول الى النت بروفيت الخاضع للايه الضريبه، زي ما قلنا دي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.